دي أول مراحل نمو الديسكس. ده بير 16 سنتي، وده البيض بتاعه. طيب احنا المفروض نعرف ازاي بنجهزهم اصلا عشان يعملوا بريدنج او يوصلوا للمرحلة دي. المفروض ان الديسكس، وطبقا لكلام احد اللي هو الكبار في سنغافورة اندرو سو، لازم يتعقم كل 6 شهور بفورمالين 2 مللي للجالون، ومالاكايت جرين 2 مللي للجالون، الاتنين مع بعض كل 6 شهور عشان ما يبقاش فيه باراسايتس وما يبقاش فيه مشاكل في البير، ونقدر نوصل للمستوى ده بدون اي مشاكل. البيض ده بيفقس بعد 52 ساعة، بس بترجع برضو لدرجة الحرارة، يعني كل ما درجة الحرارة كانت أعلى فبيفقس أسرع. مساك المتوسط بتاعه احنا بنتكلم عليه 42 ساعة 52 ساعة سوري، المتوسط اللي احنا بنتكلم عليه 52 ساعة. طيب احنا لو هنتكلم على الأكل بتاعهم، الخلطة اللي هي بتحفز الكلام ده عبارة عن ايه؟ اللي بيستخدمها الاستاذ عمرو ثروت هنا عبارة عن خلطة قلب بس، مضاف عليها فيتامين بي كومبلكس 2 قرص للكيلو، و2 كيلو توم على كرتونة 15 كيلو قلب بقري. فتقدروا تنسبوها بقى بعد كده، يعني تعرفوا النسب قد ايه لو انت هتجيب كيلو بس، وبعد كده 1 قرص مالتي فيتامين على الكيلو. ده ال الخلطة اللي هو بيستخدمها عشان تقدر توصل ما شاء الله للمستوى اللي انت شايفه ده. ده بير حجمه 16 سنتي. طب هما العمر اللي بيبتدوا يعملوا فيه بريدنج قد ايه؟ احنا بنتكلم من 10 شهور لحد سنة، طبقا للنوعية بتاعت السمكة ولونها والتغذية بتاعتها. في كانت مقولة بتقول ان الديسكس حجمه بيقف عند البريدنج، يعني اول ما بيبدأ يعمل بريدنج حجمه بيبتدي يقف ويثبت على كده. هو المقولة دي صح بس فيما يخص الفيميل بس، لكن الميل بيفضل حجمه يكبر حتى بعد البريدنج، مفيش فيه اي مشكلة. فالبيض اللي احنا شايفينه دون ما شاء الله، ده ان شاء الله المفروض ان هو عنده 3 ايام. فالبيض اللي احنا شايفينه دون المفروض ان شاء الله دي اول مراحل عمر الديسكس. الابوين بياخدوا بالهم من البيض زي ما انتم شايفين، ويحرسوه ويشيلوا اي بيض عليه مشاكل او شايفين ان هو في فنجس او اي حاجة بيشيلوه ويهتدوا يهتموا بيه زي ما انتم شايفين كده قدامكم بالظبط. دي تاني مرحلة في عمر الديسكس بعد ما فقس على طول، هنبص عليه كده ما شاء الله موجود اهو على الماسورة. دي لو معدلات المية مش مظبوطة او مش نقية، السمك ده مش هيقدر يفضل اتاتشد كده بالماسورة اللي قدامكم دي. وجاستين كيس ان في سمكة وقعت، الاب والام بياخدوها ببقهم ويطلعينها تاني. في تريك كده المفروض اللي بيعمل بريدنج للديسكس يبقى فاهمها، ان البير لازم يبقى اغمق حاجة في الحوض. حتى لو احنا جينا نبص هنا، الاستاذ عمرو حاطط فيل في جوانب الحوض عشان يبقى لونه ابيض، والاب والام هم اكتر الوان واضحة في الحوض كله. المرحلة دي بتاخد تقريبا برضو 60 ساعة، وطبقا لدرجة الحرارة. كل ما كانت درجة الحرارة اعلى شوية، كل ما كان سرعة نمو السمكة بيبقى اعلى.
عمر الديسكس والمو دي بعد ما مرحلة بعد 60 ساعة تقريبا من وجود البيض، بعد ما يفقس على الماسورة اللي انتوا شايفينها ديا بيبتدي يطلع على الأب والأم. في كذا معيار المفروض انت تاخد بالك منهم في القصة دي، زي ما انت شايف الأستاذ عمر مغطي كل الحاجات أو الألوان الغامقة في الحوض بلزق لونه أبيض، عشان لازم تبقى البير أغمق حاجة في الحوض عشان الأولاد الصغيرين يقدروا يطلعوا على جسم السمكة، فهم بيشوفوا أكتر حاجة غامقة في الحوض ويطلعوا على جسمها. فزي ما انتوا شايفين كده المرحلة دي بتقعد تقريبا أسبوعين على جسم السمكة كده، ولو المية مش مظبوطة أو فيها مشاكل ما بيقدروش يعملوا اتاتش في جسم السمكة. في المرحلة دي الجزء بياكل، ما فيش اي مشاكل، ما بيبقاش صايم ولا اي حاجة. المرحلة دي السمك الصغير ده بيتغذى على مواد بيفرزها جسم السمكة الكبير او البير الرئيسي، السمك الصغير بيبتدي يتغذى عليها. لازم تبقى المية، من احد المعلومات اللي لازم تبقى فاهمها، لازم يبقى المية النسبة بتاعتها 100 TDS بالمقياس بتاع TDS اللي احنا بيجي مع الفلاتر الار او والكلام ده، ولازم تبقى المية مظبوطة على 100 TDS. الحالة دي ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده بتقعد بالظبط اسبوعين. المرحلة الرابعة، السمك الصغير ده سايب جسم بابا ومامته البير الرئيسي، البير الرئيسي بقاله اسبوعين، ده عمره شهر تقريبا. اول ما السمكة بتسيب جسم بابا ومامتها بتبتدي نأكلها ارتميا لمدة شهر ونص، وبعد كده بنبتدي نحط لها خلطة قلب زي اللي بياكلوها على الارض دي، هي الخلطة مكوناتها اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، مفيش اي مشاكل. نتكلم في تغيير المية، بتبتدي 10% كل يوم، وبعد كده تزود تدريجيا لحد 20%، وبعد كده لحد ما يكبروا معاك تبتدي تزود نسبة تغيير المية. ده ما كملش تقريبا عقلة، دي عقلة اسبوعي بالنسبة للسمك الموجود. دي خامس مرحلة، ده سمك عمر شهر ونص بالظبط، ابتدى يبقى مقبل قوي على خلطة القلب خلاص. ده بياكل النسب اللي انتوا شايفينها دي من 3 لـ4 مرات في اليوم، ويفضل تغيير المية يوميا مرتين بنسبة 100%. طبعا كل ما هتقلل كل ما هتاخد نتائج مش اللي انت متوقعها، لكن ده الستاندرد. يعني احنا بنتكلم ما شاء الله، احنا موجودين في مكان حد محترف جدا وعارف بيعمل ايه كويس، فاللي احنا بنتكلم عليه اللي شايفينه ده المعدل الطبيعي. عمر السمكة من 0 يوم لـ2 شهر ده اكتر فترة حساسة، السمكة بتبقى عرضة لتغيير مياه غلط لا قدر الله، تموت، عرضة لأي مرض. فبعد 2 شهر تبتدي خلاص المناعة بتاعتها تعلى وقوتها تبقى أحسن، تقدر يعني خلاص تقدر تربيها مفيش أي مشاكل. دي سمكة 7.5 سم بالظبط، عمرها 3 شهور، معدل نمو الديسكس المظبوط 2.5 سم كل شهر، فدي 3 شهور طولها بالظبط 7.5 سم. معدل التأكيل الخلطة هيبقى 3 مرات في اليوم، وتغيير المية ممكن تتكلم يوميا في 30-40% مثلا. وهي في قاعدة في تربية الديسكس عموما، كل ما كان معدل تغيير المية عالي كل ما كان معدل النمو بيزيد، وتبقى يعني تاخد نتائج اللي انت متوقعها وبتبقى افضل بكتير يعني.
وده السن اللي بيبتدي يظهر فيه لون السمكة، يعني الألوان اهي ابتدت تظهر عليهم ما شاء الله. دلوقتي بنأكل سمكة عشان المفروض ان احنا هناخد منها عينة ونحطها تحت الميكروسكوب عشان القصة بتاعت الامراض. هنشرح المفروض انت تلاقي ايه او ما تلاقيش ايه، وايه العلامات بتاعت الامراض، وايه اللي بيأثر على نمو السمكة اصلا. فاحنا بنأكلهم دلوقتي خلطة قلب. دي شكل العينة تحت الميكروسكوب، ما فيهاش اي دليل على وجود اي باراسايت. من اشهر الباراسايتس اللي احنا ممكن تلاقيها ومنتشرة جدا في المخلفات بتاعة الديسكس، اذا كان انت ما اهتمتش بيه او ما جبتوش مصدر موثوق منه وقدرت تطهره كويس، دودة اسمها الكابيلاريا فليبينز. دي اكتشفوها في الفلبين، بتبان في العينة على شكل دودة شريطية كده بتتحرك بسرعة جدا، وشكل البيض على شكل كبسولة ومقطوعة من أولها وبتبقى واضحة جدا. ودي علاجها بيبقى نوع أدوية، أول دواء اسمه ليفاميسول، ودواء تاني المادة الفعالة فيه اسمها فلوبندازول، بيبقى الدوزنج بتاعه 2 ملي في اللتر. هتقضي على الكلام ده تماما. الكابيلاريا فليبينز دي من الراوندد وورمز. في بالنسبة للنوع التاني اللي هو الفلات وورمز، اول دودة ويعتبر من اخطرهم وتنقسم لقسمين، الدودة بتاعت الخياشيم. هي عندها حاجات زي خطاطيف بتأتاتش في الخياشيم بتاعت السمكة وتبتدي تسحب الدم اللي فيه الاكسجين وتشاركوا العملية بتاعة التنفس. هي مشكلتها ان هي ديدلي بالنسبة للسمك الاصغر من شهرين. وانس ان السمكة عدت الشهرين خلاص ما بتبقاش ليها افكت عليها قوي. دي بتنقسم لقسمين، في دودة منهم بتموت على طول وانس ان انت استخدمت علاج كيميائي، لو بنتكلم على برمنجنات البوتاسيوم او فورمالدهايد مخلوط بملاكاي جرين. وفي نوع تاني وده دورة الحياة بتاعته 4 ايام، ده يعتبر ديدلي اقوى من النوع الاولاني وفي نفس الوقت صعب العلاج بتاعه. في نوع في الفلات وورم اللي هي بتضرب الامعاء، وهي الدودة الشريطية. الدودة الشريطية بتشارك السمك الاكل بتاعه. العلاج بتاعها اسمه برازيكوانتل، ده بيضاف الدوزنج بتاعه 2 ملي لللتر المياه الواحد، وده افكتيف قوي ضد الدوده دي. دي اشهر الباراسايتس الموجوده اللي بتضرب الديسكس، ويمكن الناس ما تبقاش عارفه ان الحاجات دي موجوده، فتلاقي معدل النمو مش مظبوط لو في مشاكل في السمك او السمك بيموت. عشان كده الفحص اللي احنا عاملينه النهارده ده يعتبر اقوى حاجه واكبر دليل انت تقدر تعرف بيه المشاكل دي. اول غرفه من الثلاث غرف الموجودين عند الأستاذ عمرو ثروت، دي عبارة عن 17 حوض شغالين بسيستم كده معين في الصرف، هنصوره دلوقتي. ده أول حوض فيه سمك ما شاء الله كبير زي ما انتوا شايفين، فيه ماسورة تحت. الماسورة دي بتاعت صرف، هو متوصلة بمواسير. لو أنا فتحت دي المكبس ده، المياه تنزل من هنا على بعد كده سلسلة صرف بتروح بعد كده للمصارف. ده رقم واحد. رقم اتنين، في طريقة هو بيستخدمها عشان يسحب بيها الشوائب من الأرض، اللي هي دي عاملة زي مكنسة، استخدموها في المزارع بره.
متوصله بمحبس، مجرد ان انا افتح المحبس كده فالمكنسه دي تقدر هنشغلها دلوقتي، تقدر تسحب الفضلات زي ما انتم شايفين كده. ده اول حوض فيه ما شاء الله الوان مميزه جدا. وده تاني حوض بتبقى فيها بيرز بقى ميل وفيميل، وهو عايز ينتقي منهم حاجه بقى يرجعها ويعمل لهم عمليه اعاده تغذيه او يمشي منهم حاجه، فالاحواض دي مخصصه لكده. الله اكبر، يعني مستوى عالمي صراحه. دي احواض تفريخ بتاع البريدنج بقى، ده بير، ودي الماسوره اللي بيعملوا البيبيضو عليها زي ما انتم شايفين. الفلتره هنا فلتر سفنج بس، ودرجه الحراره مظبوطه على 30 على كل الاحواض. ده حوض، ده بير، وده بير تاني، تالت. ما شاء الله ده معاه السمك الصغير بتاعه بقى. دي من اجمل اللقطات اللي بحبها للديسكس كسمكة، القصة بتاعت ان هما يعني بيحتضنوا اولادهم ويفضلوا معاهم وياكلوا من جسمهم زي ما انتم شايفين. هنا نعمل زومينج، سبحان الله حاجة في منتهى الجمال. ده بير تاني، ودي سمك بقى ايه في التور بتاع ان هو يبتدي يكبر، الوان مختلفة ونفس الفكرة بتاعت الصرف والمكنسة بتاعت الشوائب والسخان. طيب ده اربع احواض فيهم احجام صغيرة. لو انت لاحظت ان الديسكس ممكن يكون كله في عمر واحد وسمكة اكبر من سمكة، يعني دي ما شاء الله كبيرة، الجاري دي اصغر منها. الموضوع بقى بيبقى راجع لان السمكة نفسها كل واحدة تبع طبيعتها، كل واحدة تبع معدل نموها، مش متماثلين ابدا يعني. ده عمر تاني، نفس القصة بتاعت عايزين ياكلوا، نفس القصة بتاعت الفلتريشن والفلاتر السفنج والمكنسة. دي كده أول غرفة من الثلاثة. دي الغرفة رقم اتنين، فيها سيستم فلتريشن مختلف شوية بالنسبة للأحواض بتاعت التفريخ دي. ده مواسير صرف، ده الماسوره المسؤوله عن الصرف. لو انا فتحت من هنا المايه هتبتدي تنزل، وده اوفر فلو. دي شغاله بسيستم اللي هو الفلتريشن بتاع الصمت. كل الاحواض بنفس التكنيك، ان هي بتسحب وبتنزل في مواسير تحت في الاخر زي ما انتم شايفين كده. المواسير بتمشي معانا لحد الصام في الاخر. الصام ده شغال باي بولز فقط، اول مرحلة بينزل فيها باي بولز برضو، بعد كده مرحلة تانية بيبوت اند دراي، المية بتتجمع من فوق زي ما انتم شايفين على لوح ازاز، وبعد كده بتنزل على باي بولز تانية، وبعد كده البامب بيطلعها تاني في السيستم. ودي البيرز، ده ميل وفيميل معاهم ولادهم صغيرين.
وده ما شاء الله دي سمكة مستواها الله أكبر جميل جدا. ده بير تاني نعدي عليهم بس ايه تعدية سريعة عشان تتفرجوا على الألوان بتاعتهم براحتكم. اعتقد في بير هنا بايض، ده البيض اهو، ده البيض سوري هو ده. اوكي بعد كده احواض بتاعه تسمين كالعاده فيها نفس السيستم، فلتر سفنج بيولوجي والمكنسه اللي بتشفط الكلام دون الفضلات والحاجات دي، وشويه سمك ديسكس مختلف الاعمار كله درجه حراره 30، وهو عامل حتى مواسير ماشي فيها الخراطيم بتاعه الهواء عشان بيبقى القصة المركزية عنده موتور هواء مركزي اهو داخل في الخرطوم ده، وبعد كده بيمشي الموتور الهواء الرئيسي. ودي تاني غرفة عندنا، دي تالت واكبر غرفة الديسكس، بس فيها كذا سيستم فلتريشن، وفيها حاجات ما كانتش موجوده في الغرف التانية احنا هنتكلم عليها، زي مثلا الفلتر ده. ده نفس فكره الكي 1 بس معمول بطريقه، ممكن يكون الكي 1 مكلف بالنسبه لناس كتير بس ما هو معمول بطريقه تانية، انا هوضح لكم شكله عامل ازاي. دي الميديا، ده خرطوم بتاع كهرباء وشويه شاليمون شفاطات، ودي الكي 1 الرئيسية. ده الفرق في الشكل، الاتنين بيأدوا نفس الغرض، يعني سواء دي او سواء الكي 1 دي الاتنين تقريبا بيأدوا نفس الغرض، بس ده حل اوفر شوية. بيبقى شكله زي ما انتوا شايفين، بيبدأ بسفنجة من هنا وبعد كده راكب خرطوم هواء بيطلع من منفذ من فوق، سمك فاكرني اكله، بيطلع بمنفذ من فوق، والميديا بتتحرك نفس الحركه بتاعت الكي 1، وعامل دعم تاني فلتر سبونج سفنج بيولوجي، ونفس الفكره بتاعت المكنسه. ودي احد الافكار بتاعت الفلتريشن التانيه، باور هيد على اسف كذا تقريبا فلترين سفنج لازقين في بعض راكب عليهم باور. دي احد الافكار اللي مطبقها الاستاذ عمرو ثروت في المزرعه بتاعته، ودي الخاصه بتفقيس الارتيميا. ارتيميا اكبر واحسن مصدر غذاء للسمك الصغير عشان توصل لاحسن نمو ممكن. زي ما انت شايف السيستم بتاع الصرف، سمك برضو تسمين، وده ميل وفي ميل معهم ولادهم اهو ما شاء الله. دول بير تاني، ودول سمك صغير، وده بير مع الأطفال بتاعته برضو. ودي سيستم فلترة تاني بقى، ده فلتريشن، ده بامب طلع بالمخرطوم لفوق لحد ما بتصب في مجموعة سفنج كتير كذا نوع وكذا تخانة لحد ما بتنزل تاني في الحوض نفسه. التكنيك بتاع الفلترة ده
او اسلوب الفلتره ده مطبق كذا حوض مع بعض الاحواض بلس الفكره بتاعت الكي 1 برضو مطبقه، وده كي 1 ده احد اساليب الفلتره برضو، ده موديل كده صوره بس بطريقه كويسه، ده موديل فلتر سافينج متركب عليه ازازه فيها ميديا كي 1 بيخرج البابلز بتاعته من فوق، ده موديل تاني للفلتريشن بجانب برضو الموديل اللي فوق. نعمل اوفر فيو كده للاحواض من بعيد. ده ما شاء الله احد الاحواض اللي فيها بقى السمك الكبير، مستوى جميل ما شاء الله، والوانه في منتهى الجمال. ده صمت واصل عليه مجموعة الاحواض دي فيها الاوفر فلو زي ما انتم شايفين، والاخر بتصب في الصمت. الصمت ده بقى شفاف فنقدر نشرح عليه، ده المياه بتنزل من هنا من الماسورة دي بتنزل هنا، بعد كده بتعمل اوفر فلوينج على الحتة البلاستيك دي او ازاز، تتجمع المياه فوق بتنزل على الباي بولز، ومن الباي بولز تنزل في الاخر تحت البامب، والبامب يرجع السيستم كله تاني. ده الشكل العام لهذه الغرفة، وده فلتر يو في. ميزة اليو في انه بيقتل الجراثيم واي حاجة حية في المية بيدمرها تماما. بيبقى جواه لمبة، اللمبة دي بتطلع الترا فايلوت اشعة فوق بنفسجية، الاشعة دي وظيفتها انها بتقتل اي حاجة في النطاق اللي بتعدي في المياه قدامها في النطاق بتاعها، يعني هتلاقي الانبوت والاوتبوت. طبعا ما شاء الله مكان زي ده بيبقى محتاج سورس مياه مظبوط، ودي الغرفة المسؤولة عن التغذية بتاعت بنشرحها بالراحة كده، ده الخط الرئيسي ماشي، بعد كده بيخش لثلاث مراحل في الفلتريشن، تنقية شوائب واكتيفيتد كاربون اوكي، بتنزل بعد كده الخزان بره المكان متر، راجع من الخزان اللي بره ده ماسورة بتصب في الخزان ده نص متر، ومعمولة على شكل دش كده زي ما انتم شايفين عشان القصة بتاعت الكلور، عشان الكلور يتطاير بقدر الامكان. لازم الخزانات اللي انت بتستخدمها لو انت ان شاء الله هتعمل حاجة زي كده بتكون من البولي ايثيلين بيور نقي بقدر الامكان، لان عكس كده بيعمل مشاكل مع السمك الجامدة. ده السورس بتاع المية الخاصة بالتسميد، لكن السورس بتاع المية الخاص بالبريدنج فلتر ار او، وفي ممبرين وكل حاجة شغال بالتناضح العكسي بيفصل الاملاح. الفلتر ار او ده بيصب في الاخر البرميلين دول، البرميلين دول هما اللي بيتحط فيهم ميه الار او الخاصه بالبريدنج. يعني انت عندك ثلاث او نوعين من الميه، نوع في البولي ايثيلين ده الخاص بالتسمين، ونوعين اللي هو بيبتدي اس 100 مظبوطين على 100 بالظبط، دول عشان البريدنج بتاع الديسكس. ده الغرفة المسؤولة عن تغذية المية في المكان الجميل اللي احنا. طب احنا دلوقتي هنتكلم على مواصفات السمكة الاي 1 او زي ما بيقولوا عليها ان هي سمكة مسابقات. هل المفروض ايه المواصفات اللي تبقى موجودة في السمكة الديسكس عشان تعرف ان هي مستواها ممتاز؟ اول حاجة لازم تبص عليها التدويرة بتاعت الجسم. السمكة الجيرمان كوبلت اللي قدامنا دي، بس هنحاول نصورها بطريقة احسن، التدويرة بتاعت الجسم ان شاء الله بتاعتها بيرفكت،
مظبوطه جدا ما فيهاش اي غلطه. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم تبقى السمكه العين بتاعتها زي كده، لازم تبقى السمكه العين بتاعتها صبع الجسم. يعني كل ما كانت مظبوطة زي ما احنا بنتكلم كده راوندد والعين بتاعتها صبع الجسم، وما شاء الله من المستوى اللي انت شايفينه دي سمكة يعتبر الجريد بتاعها عالي جدا جدا جدا. دي سمكة برضو ما شاء الله مستواها عالي جدا، تدويرها بيرفكت، ونسبة العين بالنسبة للجسم صبع زي ما احنا بنتكلم بالظبط. ودي سمكة تانية مستواها ما شاء الله ممتاز. احنا بنتكلم في مقاييس عالمية، مش حاجة نص نص حتى. يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.